سلسلة جراند ثفت أوتو بجميع أجزائها الأساسية والفرعية دائما ولا تزال محور الحديث لأهميتها وتأثيرها الكبير في عالم الألعاب. كل لعبة من ألعاب السلسلة تميزت عن غيرها من نواحي عدة. الجزء الرابع على أي حال كانت من أكثر ألعاب السلسلة انتظارا كونها الإصدار الأولى من جيل جديد، وعرفت أيضا أنها الجزء الأفضل على صعيد الكتابة والسرد القصصي وغيرها العديد من الأمور. دعونا نلقي نظرة عن كثب على جراند ثفت أوتو 4 في 100 حقيقة، نتعرف فيها أكثر على اللعبة ومراحل تطويرها وإنجازاتها وعن الخفايا والأسرار والمراجع المبعثرة في أرجاء عالمها. Grand Theft Auto 4 هي لعبة مغامرات تفاعلية في عالم مفتوح تم نشرها من قبل Rockstar Games وطورت بواسطة استديو Rockstar North. اللعبة صدرت في 29 من أبريل لعام 2008 على كل من PlayStation 3 وXbox 360 وفي وقت لاحق على الحاسب الشخصي، وتعتبر الإصدارة 11 من السلسلة والأولى الأساسية منذ صدور Grand Theft Auto San Andreas. تم بدأ العمل على تطوير Grand Theft Auto 4 في نوفمبر لعام 2004 بعد فترة قصيرة من صدور Grand Theft Auto San Andreas. عمل على المشروع 220 مطور من مطوري السلسلة المخضرمين، إضافة إلى أكثر من 600 مطورين آخرين. قامت روكستار باستخدام محرك روكستار أدفانس جيم إنجن أو بالاسم المختصر ريج، فكانت جي تي أي 4 الأولى في السلسلة التي استخدمت محرك ريج، وتم استخدامه في ألعاب روكستار التالية. جي تي أي 4 كانت الأولى في السلسلة التي شملت حركات فيزيائية جديدة للإضاءة الديناميكية، حركات المياه والأجسام الواقعية والتفاعل مع البيئة المحيطة، إضافة إلى فيزيائية راك دول الخاصة بموت اللاعب. قدرت تكلفة تطوير جي تي اي 4 ب 100 مليون دولار أمريكي، حينها كانت تعتبر اللعبة الأعلى تكلفة في تاريخ الصناعة. تمت كتابة القصة من قبل كل من دان هاوزر وروبرت هامفرز، ويبلغ نص قصة اللعبة إلى حوالي 1000 صفحة مما يعادل 80,000 سطر حوار من الأداء الصوتي. القصة سلطت الضوء على الجندي السابق من أوروبا الشرقية نيكو باليك في سعيه للهرب من ماضيه وبدء حياة جديدة، بينما يواجه ضغوطات من قبل هوامير المال وزعماء العصابات. الإطار الزمني للعبة جرى في العام 2008 في إعادة تصور لمدينة ليبرتي سيتي التي تم استلهامها من مدينة نيويورك. المدينة مقسمة إلى أربع مدن: بروكر المستوحاة من بروكلين، دوكس المستوحاة من بلدة كوينز، بوهن الملهمة من بلدة ذا برونكس، والرابعة ألغونكوين المستوحاة من مانهاتن، أشهر بلدان مدينة نيويورك. اللعبة قدمت أيضا ثلاث جزر أخرى محيطة بمدينة نيويورك: جزيرة تشارج من جزيرة راندل، جزيرة كولوني من جزيرة روزفلت، أما الثالثة جزيرة السعادة المستوحاة من جزيرة الحرية، إضافة إلى ذلك الولاية المستقلة ألدرني المبنية على شمال ولاية نيوجيرسي. تجري أحداث جي تي أي 4 في قصة مختلفة وجدول زمني مختلف عن ألعاب السلسلة السابقة، ومع ذلك تجري أحداث في نفس عوالم التوسعتين القادمة، إضافة إلى قصة جي تي أي 5. في العام 2009 سجلت موسوعة جينيس للأرقام القياسية جي تي اي 4 كأضخم أداء صوتي في لعبة فيديو، حيث شارك أكثر من 860 ممثل منهم 174 كممثلين أساسيين، أما 687 المتبقين قاموا بالتطوع للأداء الصوتي. عندما قامت روكستار جيمز باختيار الممثلين للأداء الصوتي تم إخبارهم أنه سيتم تجربة أدائهم للعبة مزيفة تحمل اسم فروزن. قام بأداء دور البطل نيكو باليك الممثل مايكل هوليك، أما رومان باليك كان من أداء جيسون زومول. يصل عدد الجرائم التي قام نيكو بارتكابها إلى حوالي 80 جريمة، مما يجعله أكثر بطل في السلسلة بأكثر عدد جرائم. في بعض العروض وحتى الصورة الفنية الأساسية يمكن رؤية نيكو مرتديا قفازات، لكنها ليست موجودة في أي مكان من اللعبة. رومان باليك هو الشخصية الوحيدة الذي قام بالتحدث مع جميع أبطال جي تي اي 4، وهذا يشمل قريبه نيكو باليك، جوني كليبتس بطل توسعة The Lost and the Damned، ولويس لوبيز بطل توسعة The Ballad of Gay Tony. زي وقصة شعر رومان كانت مختلفة قبل صدور اللعبة كما هو واضح في الصورة. نيكو باليك هو من الأساس مبني على شخصية الممثل الروسي فلاديمير ماشكوف من فيلم Behind Enemy Lines الصادر في العام 2001. روكستار جيمز عرضت على الممثل ماشكوف القيام بدور نيكو، لكنه رفض ذلك العرض بسبب أنه لم يأخذ الأمر على محمل الجد كما ادعى سابقا. تم ذكر اسم نيكو باليك في مسلسل Criminal Minds في قضية فتى مفقود يطلق على نفسه نيكو باليك. Hometown was Newton, Iowa. Say that again, Nico Bellic? It, the thing about that is that... Nico Bellic is the name of the main character in Grand Theft Auto 4. What? I know things. الممثل الكوميدي ريكي جيرفيس قام بالالتقاط الحركي والصوتي في ظهوره في برنامج Split Side Comedy Club على تلفزيون اللعبة. But I got asked to do a benefit gig recently for sufferers of obesity. What? Sufferers of obesity. I said... You mean fat people?
أيضا الممثل الكوميدي كات ويليامز قام بالالتقاط الحركي والصوتي لنفس البرنامج. نيكو لديه بعض التعليقات المميزة عندما يفشل في إنجاز مهمة. عادة يبدأ بالتذمر ويلفظ السباب ويضع اللوم على رومان بسبب دعوته إلى أمريكا. Roman, I should have never read your f***ing emails and stayed away. This town is starting to get on my nerves. عادة ما ينادي فلاديمير غلوبوف نيكو باسم يوكل. يوكل هو مصطلح عام يطلق على الأشخاص الذين نشأوا في بيئة فلاحية. يوكل فيتي رومانس كازن. أما باكي عادة ما ينادي نيكو ببويو، وفي الأغلب تشير إلى الأشخاص الأصغر سنا، بالرغم من حقيقة أن نيكو أكبر من باكي بعام. في العرض الثاني للعبة الريل بادمان لا يرتدي قبعة على عكس النسخة النهائية. مانيوس كولا هو على الأرجح مبني على الرئيس السابق لملوك اللاتين أنطونيو فرنانديز، والذي حكم بالسجن من 12 إلى 15 عاما بتهمة التآمر لبيع المخدرات. اسم سكولا باللغة الإسبانية يعني المدرسة. يتشابه لقب مانيوس كولا مع مخالف القانون المكسيكي خافيير اسكويلا من ريد ديد ريديمشن. علاوة على ذلك قاما الاثنان بخيانة بطلي اللعبتين. يظهر بلاي بوي اكس تري ستيوارت تشابها مع فنان الراب الامريكي جاي زي. هناك تشابه في بلاي بوي اكس مع شخصية سترينجر بيل من مسلسل اتش بي او ذا واير في مسألة انه يريد التوسع في الاعمال التجارية المشروعة، بينما يتشابه دوين مع شخصية ايفون باركسديل من نفس المسلسل، في حين انه يقبل كونه مجرم ويريد الاستمرار في ادارة الاعمال الاجرامية. كان من المخطط إضافة شرطيات في اللعبة كما هو ظاهر في العرض الأول، لكن تم التخلي عن الفكرة. وخلال فترة التطوير كانت ملامح ميشيل مختلفة عن النسخة النهائية كما هو ظاهر في عرض Move Up Ladies. شخصية الطاهي ظهر في نسخة الحاسب الشخصي بلحية على عكس نسخة الأجهزة المنزلية. في الأصل ليتل جاكوب لم يكن يرتدي نظارات، نفس الشاكلة مع شخصية ميكي حيث لم يكن يرتدي نظارات وكان بزي مختلف قبل الإصدار. إن قام اللاعب بقتل بائع متجر الأسلحة سيحل محله تاجر من متجر آخر، وفي بعض الأحيان يأتي مختلف التجار للنيل من اللاعب. المرافقون داخل السيارة لا يظهرون أي حركة أو ردة فعل عند الاصطدام بالسيارة عندما يجرون مكالمة هاتفية. إن قام اللاعب بتغيير السمات أو خلفية الجوال ستتغير خلفية أجهزة عامة الناس. إن كان اللاعب يقود السيارة على جسر ألغونكوين بينما يمر القطار بالأسفل سيؤدي ذلك إلى خلل يسمح للسيارات بالانحراف عن الطريق على الرغم من وجود القطار أسفل الطريق. إن قام اللاعب بالرد على الهاتف أثناء قيادة الدراجة النارية يستخدم يده اليمنى. الأمر لا ينطبق في الواقع لأن استخدام اليد اليمنى سيعطل السائق من قدرته على التسارع. تمثال السعادة هو مبني على تمثال الحرية الواقع في مدينة نيويورك. واحدة من أشهر أسرار اللعبة الغامضة يمكن إيجادها داخل تمثال السعادة، حيث يوجد باب كتب عليه لا توجد محتويات مخفية في هذا المكان، لكن إن تم الدخول من خلال الباب يمكن إيجاد قلب نابض في أعلى التمثال. علاوة على ذلك وعند النظر على مقربة من شكل التمثال يمكن رؤية أن الوجه يجسد عضوة مجلس الشيوخ السابقة هيلاري كلينتون حاملة كوب قهوة بدلا من الشعلة. هذا يعود إلى القضية التي رفعتها هيلاري على جي تي اي سان أندرياس بسبب مهمة قهوة ساخنة التي تم إزالتها من النسخة النهائية من اللعبة. وفي الجهة الغربية من جزيرة السعادة يمكن العثور على سيارة بشكل عشوائي. هذا لا يبدو صائبا بما أنه لا توجد طريقة لوصول السيارة إلى الجزيرة إلا عن طريق نقلها باستخدام قارب. إن تعرضت السيارة لأضرار جسيمة لدرجة توقف المحرك يمكن إعادة تشغيلها عن طريق القيام بأي عملية اتصال، لكن لا يمكن تشغيلها إن كانت السيارة مشتعلة. القارب الذي استقله نيكو للوصول إلى ليبرتي سيتي كتب عليه كلمة ذا بلاتيبوس ويعني خلد الماء، حيوان يقطن في استراليا. هذا قد يشير إلى الربط الكبير في استراليا في ألعاب السلسلة السابقة شاملة أحداث خيالية كالحرب الاسترالية الأمريكية. السيارة سلطان هي كلمة سلطان باللغة العربية والفارسية والإندونيسية، وتطلق على الشخص ذو الهيبة السلطة النفوذ والسيادة. في اللعبة يطلق على السيارة اسم كينج أو الملك غالبا لأنها أسرع سيارة سيدان في اللعبة. إضافة إلى ذلك السيارة مستوحاة من تويوتا ألتيزا، وألتيزا في اللغة الإيطالية تعني صاحب السمو. اسم السيارة منانا باللغة الإسبانية يعني الصباح والغد. عادة يطلق هذا الاسم إلى السيارة البطيئة أو ذات السرعة والقيادة المتواضعة، وأحيانا يقال عنها مصطلح ستصل إلى غايتك غدا. رومانز تاكسي أو سيارة الأجرة الخاصة برومان كانت تحمل اسم ألباني في نسخة بيتا من اللعبة. جديرا بالذكر أنها السيارة الوحيدة
في السلسلة التي تم تسميتها على اسم أحد الشخصيات. في عرض فلاد غليبوف يمكن رؤية سيارات الأجرة باللون الأسود، لكنها لم تكن موجودة في النسخة النهائية من اللعبة. الدبابة راينو التي ظهرت في غالبية ألعاب السلسلة لم يتم إضافتها في جي تي اي 4 على الرغم من وجود بياناتها داخل ملفات اللعبة. أيضا السيارة تامبا هي من أشهر المركبات التي تم إزالتها من اللعبة، لكن تم إضافتها مجددا في توسعة ذا بالاد أوف كي توني. داخل مروحية مافريك وباستخدام قمرة القيادة يمكن رؤية رسالة تحذيرية مفادها هذه المروحية قد تتحطم، ولكننا لا نهتم إن حدث ذلك، راجع دليل الرحلة للحصول على المساعدة. وفي أسفل قائمة الطعام لمطاعم برجر شات توجد رسالة إخلاء مسؤولية مفادها هذا البرجر قد يقتلك ونحن لا يمكننا تحمل المسؤولية. الوجبات الأعلى سعرا لدى مطاعم كلاكنبل هي وجبات الأطفال ليتل كلاكر وليتل بيكرز بسعر 8 دولار على الرغم من عدم وجود أطفال في اللعبة لأسباب وجيهة. واحدة من الأسرار الغريبة في اللعبة يمكن إيجادها عن طريق تداخل الكاميرا مع رأس باكي، حيث يوجد داخل رأسه مكعب أسود رسم عليه جمجمتين. اسم متجر الملابس بيرسيوس يعود لبطل أسطوري من الخرافات الإغريقية، عرف بأنه من قام بقتل ميدوسا عن طريق قطع رأسها. بيرسيوس هو نصف إله كما هو الحال مع هرقل وبطل God of War كريتوس. صحيفة ليبرتي تري ظهرت في غالبية أجزاء السلسلة، عادتها ما تركز حول خرافات العصر الحديث مثل وجود المغني الشهير ألفس على هيئة زومبي. إحدى مقالات الصحيفة في اللعبة ذكرت إشاعات عن وجود ذو الأقدام الكبيرة، تماسيح ضخمة، مدن سرية، مجرمين مختفين، وكلاب تسببت بالفوضى. وعلى صخرة الشاطئ الضخمة في جنوب شرق ويست دايك عادتها ما يكون هناك شخص يمارس فن القتال الصيني تاي تشي شوان. في مهمة المقابلة الأخيرة على اللاعب استرجاع بعض الملفات من محامي يدعى توم جولدبرغ والذي يدعى أن ألعاب الفيديو تفسد عقول الشباب، وعلى اللاعب قتله لإنجاز المهمة. هذه إشارة إلى المحامي المستبعد جاك تومسون والذي هدد تيك تو انتراكتيف باتخاذ إجراء قانوني إن لم يتم القيام بأي تغييرات على المهمة. المطورون لم يغيروا أي شيء على أي حال ولم يتابع تومسون تهديده. وفي نفس المهمة إن قام اللاعب بإطلاق النار على الحارس الواقف على الدرجة الأخير يمكن سماعه صارخا بصرخة ويلهلم الشهيرة. يمكن إطلاق النار من البندقية والقناصة بشكل أسرع عند الانحناء والوقوف بشكل مستمر. إن قام اللاعب بقتل بلاي بوي إكس يمكن الذهاب إلى شقته وتفقد خزانة الثياب لإيجاد زي بطل الجزء الثالث كلود سبيد. إن كان اللاعب في مهمة مع ليتل جايكوب ودخل الاثنان إلى السيارة بينما يقوم جايكوب بالتدخين سيحدث خطأ تقني لجايكوب داخل السيارة دون استخدام ذراعيه. ميشيل أو باسمها الحقيقي كارين دانييلز ظهرت مجددا في جي تي اي 5 خلال مهمة ثريز كومباني وأيضا في مهمات جي تي اي أونلاين. يوجد في اللعبة متجر أثاث يحمل اسم Big Al's Furniture. المتجر مغلق تماما ويبدو مهجورا بالرغم من الأضواء المضاءة ليلا. قد يكون المتجر مجرد محاكاة ساخرة لرجل العصابات الإيطالي الكابوني والذي كان في الواقع صاحب متجر أثاث استخدمه كستار دخان لأنشطته الغير قانونية. على جدران متجر فيديو جدا لألعاب الفيديو يمكن مشاهدة رجل أشقر ذو شارب يرتدي زي سباك في إشارة إلى شخصية الألعاب الشهيرة سوبر ماريو. الإنجاز مانهانت يعود لاسم إحدى ألعاب ستار جيمز. أما الإنجاز فينيشهم هي إشارة واضحة لحركة إنهاء الخصم من سلسلة القتال الدموية مورتال كومبات. والإنجاز أساسنز كريد هو مرجع للعبة يوبيسوفت الأشهر أساسنز كريد. الإنجازات جوين ذا ميدنايت كلوب وتوب ذا ميدنايت كلوب هي مراجع للعبة السباقات ميدنايت كلوب إحدى أشهر ألعاب روكستار جيمز. إنجاز دايل بي فور بومب قد يعود للفيلم القديم دايل إم فور موردر. في مطاعم كلاكنبل يوجد مجسم لرجل يمارس فنون القتال يرتدي قبعة دجاجة وكتب على زجاج كلاك نوريس، يقصد بذلك ممثل فنون القتال الشهير شاك نوريس. وفي نفس المطعم توجد ملصقات كتب عليها عبارة وجبة The Mighty Clock بصدور دجاج أكبر ب 200%. هذه قد تشير إلى الإشاعات التي أحاطت بمطاعم كنتاكي حيث يتم ضخ الدجاج بالكثير من الهرمونات. الفيلم من داخل اللعبة The Brown Streak Returns قد يقصد به عودة باتمان أو عودة سوبرمان بناء على مظهر البطل الخارق. لقب إحدى الفتيات التي يتواصل معها نيكو From Russia Without Love يعود للفيلم الثاني من سلسلة أفلام جيمس بوند From Russia With Love. المهمة Three Leaf Clover استعرضت سرقة بنك تعرضت للفشل مما أدى إلى مجابهات نارية مع الشرطة تماما كما حدث مع فيلم هيت الصادر في العام 95. واسم المهمة To Live and Die in Elderly مستوحى من الفيلم To Live and Die in LA. اسم المهمة أحتاج إلى ملابسك حذائك ودراجتك النارية تم أخذه من إحدى اللقطات من فيلم Terminator 2 Judgment Day. I need your clothes, your boots and your motorcycle. Ah! Ah!
Grand Theft Auto The Lost and Damned هو محتوى إضافي لجي تي اي 4 صدر كحصرية مؤقتة على Xbox 360 في فبراير لعام 2009 وفي وقت لاحق على بلاي ستيشن 3 والحاسب الشخصي. أحداث قصة جرت في نفس الإطار الزمني لجي تي اي 4 تمحورت حول الدراج جوني كليبتس في جهوده للتعامل مع صراعات داخلية، حرب العصابات وإدارة المخدرات. يصل عدد الجرائم التي قام جوني كليبتس بارتكابها إلى 29 جريمة. يتشارك جوني كليبتس في بعض السمات مع جون مارستن من Red Dead Redemption، كلاهما يطلق عليهما اسم الفتى جوني، ظهر كشخصيات أساسية في لعبة وجانبية في لعبة أخرى. كلاهما على الأرجح لديهما عين عمياء، لديهما أعداء يحملون اسم بل، لديهما أيضا نظرة سيئة تجاه الحكومة الأمريكية. GTA The Lost and Damned هي اللعبة الأولى من السلسلة حيث الخريطة بأكملها مفتوحة منذ البداية. تتميز البيئة والمظهر العام في The Lost and Damned بشكل أكثر جرأة بالمقارنة بكل من GTA 4 والتوسعة الأخرى The Ballad of Gay Tony. هذا يتضمن حالة الطقس الافتراضية، لون برتقالي فاتح أو داكن في النهار وأزرق غامق في الليل. ربما كان القصد من ذلك كي يتطابق مع الإطار وطبيعة القصة لسائق دراجات خارج عن القانون. جوني كليبتس هو ثاني شخصية رئيسية في السلسلة قد لقي مصرعه، وذلك حدث على يدي أحد أبطال GTA 5 تريفر فيليبس. GTA The Ballad of Gay Tony هي التوسعة الثانية لقصة GTA 4، صدرت أولا على Xbox 360 في أكتوبر لعام 2009 وتعتبر الإصدار الرابع عشر من السلسلة. القصة تتمع مع آثر لويس فرناندو لوبيز، تاجر مخدرات دومينيكي سابق يعمل كحارس شخصي لدى أنطوني برينس، حيث ركزت القصة حول جهود لويس لمساعدة طوني للتغلب على قضايا عدة بما في ذلك المخدرات، الديون وعائلات المافيا. يصل عدد الجرائم التي قام لوبيز بارتكابها إلى 21 جريمة. الألماس هو عنصر مؤامرة تم نقاشه في قصة ثلاثية GTA 4، حيث تشارك فيها الأبطال نيكو بيلك، جوني كليبتس ولويس لوبيز بالإضافة إلى أشخاص آخرين. جميع من قاموا بحمل أو حتى لمس الألماس بغض النظر عن الأبطال الثلاثة إضافة إلى جيري كابلويتس قلقوا حتفهم. جيري لم يكن متورطا معهم بأي شكل من الأشكال ولم يكن يعرف حتى بوجودها، لكن في نهاية الأمر هو الشخص الذي حصل عليها لنفسه. يتشابه دور الألماس مع جميع أحداث اللعبة مع فيلم الكوميديا الإجرامية سناتش الصادر في العام 2000، حيث كل من يتلامس مع الألماس إما يحتجز أو حتى يقتل، وينتهي الأمر بألماس مع شخص ما بالمصادفة. الفرق الوحيد أنه في اللعبة هناك عدد من الألماس، بينما في سناتش تتمحور الأحداث حول قطعة ألماس كبيرة. في غالبية المجمعات السكنية في اللعبة يمكن إيجاد رسم جرافيتي مفادها أن أبطال السلسلة السابقين قد قتلوا، وهم تومي، كارل، توني، فيك وكلود. هذه كانت مجرد مزحة موجهة لجمهور السلسلة، بما أن أحداث الجزء الرابع جرت في فترة زمنية مختلفة. من بين هؤلاء الأشخاص فيك فانس هو البطل الوحيد الذي قد لقي حتفه. اللعبة وفي يوم إصدارها تمكنت من بيع 3,600,000 نسخة، مما يعادل أرباح تقدر ب 310 ملايين دولار أمريكي. بذلك حطمت اللعبة ثلاث أرقام قياسية من موسوعة جينيس في العام 2008: أعلى أرباح في لعبة فيديو، أعلى عائد ناتج من منتج ترفيهي، وأسرع لعبة مبيعا، وكل ذلك فقط في غضون 24 ساعة. بحسب آخر إحصائية في يوليو لعام 2013 تمكنت اللعبة من تحقيق مبيعات تجاوزت 25 مليون نسخة حول العالم، لتصبح إحدى أكثر الألعاب مبيعا واللعبة الأكثر مبيعا بالسلسلة حتى صدور الإصدار التالية GTA 5. GTA 4 استحقت عن جدارة كل الانتظار والتشويق، فقد حصلت على تقييمات ممتازة جدا بمعدل 98% من موقع ميتاكريتيك. بذلك تعتبر اللعبة الأعلى تقييما بالسلسلة ومن أفضل ألعاب الجيل السابع ومن الأفضل على الإطلاق. على أي حال كنتم مع 100 حقيقة من حقائق Grand Theft Auto 4. إذا عجبكم المقطع لا تنسوا النشر والإعجاب والاشتراك في القناة وأيضا تفعيل التنبيهات ليصلكم كل جديد. شكرا لكم على المتابعة، وحتى ذلك الحين استودعكم الله والسلام عليكم.